تابعوا كيف؟ ما انت من على الوجه من يوم ايه تاني؟ هذا من اثنين طبعا المواطن العادي يعني مطلوب منه ان هو يتحمل جزء كبير من فاتوره علاج الاختلال المالي الكبير في ماليه الدوله او في الميزان بتاع المدفوعات الاخره، فده منعكس على ارتفاع في معدلات التضخم اللي هو معناه انه الاجر الحقيقي او الدخل الحقيقي للمواطن بيقل، قدرته على ان هو يعني قدرته الشرائيه بتقل، وده بينعكس على انخفاض في مستويات معيشته. دلوقتي حتى بص للناس، البيع والشراء ما فيش، البؤس على الناس، الناس كلها دلوقتي في حاله حصره. دلوقتي احنا في ظروف اقتصاديه عمرها ما حصلت، اللي احنا فيه ده ما حصلش ابدا وغير متصور.